C6 injury. C5, I بلنت تسكيلين هذا C6 وهذا C7 هذا ال vertebral artery والكاروتيد. هنا عندنا هذا الهايبرتروفي C6 روتس. إذا نرجع على الاكسترا فورامينا شوف ديستوردد. ما اخذت اشعه ابد بغلطتك؟ لا ابد ولا هسه بالك؟ ما سويت اشعه. اعتقد اكو عندك ضرر صاير بالفقره السادسه. ثم شدخ صاير بها لان هذا العصب اللي طالع عندنا من الفقره السادسه هذا بينما اشوف الخامسه عندنا نورمال شوف الاكسترا فورامينا شوف الالاينمنت مال الفيرتيبس نورمال هذا الفاسل جوينت هاي البوستيريور انتيريور تيوبر كله هذا بوت بينما ندخل هنا بال 6 هنا عندنا هذا بال 6 ديستوردت كلها 6 7 واضح هاي 7 شوفها هاي البوستيريور تيوبر كول وهذا ال سي 7 روت وال سي 6 اللي هو الدمجت فراح نروح اول نفسر ال سي 6 The CMG 16 February 2017. Severely reduced M wave amplitude in right musculocutaneous nerve, reduced amplitude, no motor response to the right radial nerve, at the right brachial muscle, no response to the radial nerve with the reduced snap amplitude to the median nerve. Denervation pattern in muscles supplied by the upper and lower trunk right brachial plexus would reduce the denervation vibration. هذا التقرير اللي كان يوم 16/2/2017 بعدها عملنا الجلسة يا يوم 6/4 دكتور يوم 6/4 يوم 6/4 يعني بعدها تقريبا 50 يوم من هذا التخطيط سوينا الجلسة ببغداد دار التمريض أتذكر نعم 16/3 يعني تقريبا 50 يوم بعد الجلسة بشقد الجلسة هاي سويناها 7/4 يوم 18/4 يعني بعد تقريبا 11 يوم مو؟ 60 تقريبا 11 يوم انت وراها سافرت لبنان نعم بيروت 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 كان التخطيط يعني فرق اقل من شهرين كان اقل من شهرين بيروت قال لك اكو تحسن شوت بيتر ريزولت كومبيرد تو ذا بريفيوس وان اللي هو بتاريخ 16 فبراير بيروت قال لك انه التحسن سريع صار عندك سريع جدا اي تحسن تقريبا 50% الحاله استغرب من التحسن سأل قال لك شنو اللي سويته ما اعرف العمليه كلها اصلا ما اعرف ايش صار ما قال يعني قال التدخل الجراحي مستحيل بحالتك لان اي تدخل جراحي اثر عليك يزيد لك الضرر بالضبط قال انت عندك علاج طبيعي وغير علاج طبيعي ما يفيدك فخلال شهرين خلال 50 يوم قال لك التحسن العصب رجع يشتغل الطعن تقريبا فتره زمنيه فقاس طول اليد قال 3 سنوات احتمال اقل شيء يلا ترجع للايد كما كانت بس هو استغرب من هاي المده الزمنيه اللي صار التحسن بها اي مو بالضبط قال تغير العلاج طبيعي ما يفيدك هنا طالع عندنا طبيعي العصب الوسطي نورمال ديكريز مودريت ديلي بالالنار ديكريز ان رايت موتور ريسبونس تو رايت راديال بينما هنا كان نو سنسوري ريسبونس زين ايدك شنو كانت بالضبط قبل الجلسات اول ما صارت عندك الاصابه صارت عندك شظيه بهذا المكان نعم جتك شظيه همين بهذا المكان نعم دكتور شنو صار عندك الالم اول شيء الم فظيع مو فظيع وايد كانت هيك كان عندك ضمور في هاي العضله عضله الكتف السوبر سبيناتس ما اقدر ارفع كتفي تقريبا ما اقدر كانت الحركه مالتها اليد اي تقريبا كانت حركه الحركة الوحيدة اللي اقدر اسويها. هاي الحركة الوحيدة من جيتني بدار التمريض. الحركة الوحيدة قبل الجلسة. زين. الاحساس كان بها طبيعي. احساس بها بس مو ضعيف. زين، الحركة الابهام وين كانت عندك؟ حركة الابهام كانت قليلة ما توصل للاصبع الاول.
هسه ولا الجلسه الاول ولا الجلسه الاولى توصل للاول هسه توصل للثاني توصل للثاني الاصابع مالتك كانت تنسد اصابع مالتي كانت ما تنسد نهائيا نهائيا كان بس يصعدن بس يصعدن هسه سدهم هسه جيد الايد ارفع ليها ارفع ليا جنح كان ما توصل لهنا نهائيا لا ما توصل توصل اكثر ترجع لي ورا السيف الحمد لله الالم خف الالم خف تقريبا العضله الكتف اشتغلت الهاي كانت ضامره عندك قبل الجلسه الاولى بالضبط كانت هسه تشتغل عضلات الكتف جيد جيد هاي الحمد لله وشكر اقدر اصعدها ايه كانت المسكر كتين عندك العصب ما عرفت ترجمته بالعربي اللي كان يشغل عضله البايسبس العضله الثنائيه كانت تشتغل كان كله ضعيف الحركه هسه الحركه صارت اكثر هسه اذا نريد نعطيك هنقول العلاج زي تاخذه باليد اليمنى اخليك العلاج كنت تقدر تلتقط اشياء قبل هسه الحمد لله اشكر كنت نهائيا ما تقدر تلزم اي شيء ما اقدر الزم نهائيا لان هي الاصابه متنثنيه هسه قد تنثني الابهام كان الابهام كان ما يمسك عندك هسه بقوه يعني حتى اذا اقامك اذا تسحب منه اكم قوه جيد 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 شلون اشوف النتيجه؟ الف الحمد لله شوف النتيجه كل زينه من احسن اطباء العراق لو لبنان لا طبعا انا على راسي ان شاء الله الله يخليهم الله يسلمك الله يخليك ممنون ممنون يحفظكم ان شاء الله دكتور الله يسلمك مصافحه قويه والحمد لله وشكرا وين كنت تسلم بس في اليسرى بس يسلم صار لك ايش قد ما مسلم؟ ما يعني لا لا صعبه خمس اشهر خمس اشهر الحمد لله وشكرا هسه الابهام طبق ما انا طبق الابهام ما مصافحه الله يسلمك.